بأول حاجة يا أستاذ رحاب بقدير الفاهيتا. الفاهيتا النهاردة مختلفة معانا، دجاج صدور أو فرخة مسلوقة موجودة عندنا، خليناها بعد السلق وقطعناها بالشكل ده كده. معانا فلفل ألوان، معانا لبنة أو مايونيز، معانا هريسة حمراء، ومعانا زيت زيتون، ومعانا جريل على النار بتسخن. تعالوا نعمل مع بعض سندوتشات الفاهيتا بطريقة سهلة كده، عشان دي بشوية ممكن تاخد وقت. العيش السوري ده حلو قوي، بديل لخبز التورتيلا اللي مش موجود ممكن ما تلاقوهوش، معانا بالشكل ده كده زي الفل. عشان تعملي سندوتش فاهيتا حلو، بتجيبي العيش الشامي ده كده وتاخدي رقه منه كده. انا عايز حضراتكم الحلقه النهارده يعني مميزه شويه وفيها شويه سرعه كده، وحضراتكم معانا واحده واحده. انا هعمل سندوتش دلوقتي فاهيتا، ومعانا صدور الفراخ زي الفل. هعمل ايه؟ هاخد صدور الفراخ دي كده اللي هي متقطعه دي بالشكل ده كده، وارد ممكن تكون عندك في الثلاجه. هنحط عليها شويه زعتر حلوين وانا شغال كده اهو بالشكل ده كده، وشويه بابريكا حلوين اتبلها يعني. حلو، مش لازم احط ملح، اصبحت الفراخ كده جاهزه. معانا توميه او مايونيز او كاتشب زي ما انت عايزه. هناخد التوميه دي كده، حلو، وناخد الهريسه الحمراء الحلوه دي كده كمان معلقه اهو. سندوتش، وميزه السندوتش انك انت بتعملي السندوتش حسب رغبه ولادك، فهنا هم حابين ايه بتعمل ايه. وناخد الدجاج كده نحطه في النص. والله انا بالنسبه لي السندوتش ده احسن حاجه. عايزين معاه بطاطس ولا خضار زي ما انت عايزه. معانا فلفل اهوت، بما ان هي الفاهيتا ما بتاخدش بطاطس، بس ممكن نحط لها بطاطس مش هتقول لا. فلفل الوان بالشكل ده كده، والاولاد بيحبوا الالوان ديت. معانا جبنه موزاريلا بنحطها هنا زي الفل. الجبنه دي لما تسيح هتمسك كل الحشوه ديت. شوف اللقمه الفها ازاي. اول حاجه بلفها كده بالشكل ده كده، واجيب دي كده الطبقه ديت، ادي واحد. حلو الكلام، ونخليه هنا. نعمل واحد تاني مع بعض. واحنا واقفين مع بعض كده سريعا هنجيب تاني اللقمه اهيت، بحطها كده، واخد اللقمه التانيه اللي هي الرقه التانيه من الرغيف. مش عايزين كاتشب، نحط مايونيز، نحط توميه اهو. يا نعم، حلوة. جالنا سؤال من الكنترول دلوقتي، لو حطينا لها يا شيف مغازي دورة حلوة، وحطينا لها فاصوليا حمراء، بقت ده هو المطبخ المكسيكي، تلاقي عبارة عن دورة والحاجات الحلوة اللي هي ايه، الفاصوليا الحمراء، الافوكاتو، الكزبرة الخضراء. انا حطيت دلوقتي فلفل لهاليبو اهو، هلامينو بيسموه اهو، سبايسي شوية مفيش مشكلة. عايز احط بصل، احط بصل في قلب السندوتش. جبنة موزاريلا أنا حبيبها دايما جوه الحشوة اهي، وشوية زعتر حلوين كده. الزعتر السوري ده حلو، بيدي طعم حلو قوي للجبنة، وخاصة جوه الساندوتش اهو. هعمل واحد تالت بس كده، عشان اللي ما خدش باله من الأولى والتانية ياخد باله من التالتة اهو. أدي الرغيف العيش، وفرت عليك تروح تجيب الكيس التورتيلا تمنه 50 جنيه. يقول لك معمول بديو ذره وتحت اشعه الشمس والجو ده كله اهو. ريحت كده من القصه دي كلها بالشكل ده كده اهو. حلو، اللقمه دي مهمه جدا، بتحملك الساندوتش وياخد بصمه. ومعانا جريلا على النار بتسخن، ممكن الجريلا دي طاسه من اللي عندك مفيش مشكله. باخد صدور الفراخ بالشكل ده كده. نعم حاضر، والله انا بحب البطاطس كمان جوه الساندوتش، واحب الخيار المخلل جوه الساندوتش. يا ويلي يا ويلي على الساندوتش ده. واحط كاتشب، يا كاتشب ادي الكاتشب معانا سندوتش. معانا الجريلا بتاعتنا الحلوه كده، السندوتشات جاهزه. نجيب طبق زي ده كده. كده انا عملت فكره لعمل سندوتشات بطريقه سهله وبسيطه. ناخدهم نحمرها جريلا زي دي كده، ونحط الزيت كده، والجريلا دي موجوده في المحلات بتاعه الادوات المنزليه، سعرها بسيط جدا، مش موجوده عندك استخدمي طاسه. وناخد السندوتش بتاعنا ده كده نحطه كده اهو، نفس القصه هنا كده اهو، نفس القصه كده اهو، زي الفل. مش لازم تحط عليه حاجه، زي ما هو كده ومطبخك رايق وزي الفل. ادي نوع من السندوتشات. تعالوا نشوفوا السندوتش بتاعنا اخباره ايه. هو ده اهو زي الفل، انا موطي النار اهو، يتحمص كده.
النار عاليه، نعليها شويه. معانا البوتاجاز ومعانا السندوتش بتاعنا بيسخن، بياخد البصمه بتاعت الجريلا زي المحلات بالظبط واحسن من المحلات. انت دينا ضمنا السندوتش بتاعك تفاصيله ايه، البطاطس مقليه في زيت نضيف، الفراخ حتى التتبيله اللي انت حباها، التوبنج بتاع السندوتش مايونيز او كاتشب حسب الرغبه. نشوف السندوتشات اللي احنا حطيناها على النار، ايه الاخبار؟ زي الفل اهي، خدت لون. تعالوا نقطعها بقى ونشوف الدنيا فيها ازاي. اه ناخدها على طبق زي ده كده، يا نعم اهو هقطع لك واحد اه زي الفل اهي اهي تمام. هقطعها كده حفلة سندوتشات النهارده، وعايزين نعمل كل حاجة. أنا نفسي أعمل لحضراتكم كل حاجة النهارده. عينيا الله عليك أهو الهوت دوج، بص عليه كده، إيه الحلاوة دي؟ بنت حلال والله العظيم أهو. أدي السندوتش ده كده، يلا شفت السندوتش ده كده؟ بص شوف التفاصيل بتاعت السندوتش، عينيا أهو يعني أه زي الفل، هطلعه دلوقتي أهو. شفت السندوتش ده كده الفاهيتا بطريقه سهله وبسيطه ازاي؟ اه وفي عيش سوري، عيش الصاج الحلو ده كده اهو. اه زي الفل اه. الف هنا وشيفا للي ياكل، برضه نحط معاه شويه بطاطس حلوين، فين البطاطس يا شيفا اهي؟ الحاجات دي حلوه قوي على فكره، اه سريعا كده اهو. طبعا مش مطلوب منك برضه تبقي زي الشيف في المطبخ وتقولي الشيف، لا ده تحضير معايا، واحنا طبعا هوا وفي شاشه وفي تلفزيون وفي الساده المشاهدين، فمهم جدا ان احنا كمان نكون حريصين ان الحاجه تتعمل بسرعه مش بعجاله، يعني ازاي ننجز في وقتنا لان وقتنا من ذهب على الشاشه. اه شفت الجو ده كده اه، ده سندوتشات برضو معانا زيتون، هنحط الزيتون هنا كده. فين الزيتون يا شيف؟ اه الله بالخله بتاعته ده كده اه، للي عايز ياكل. ده الجو ده حلو اه. حلو قوي، ودي كمان كده، وبألف هنا وشفا للي ياكل. ده مكانه حلو كده، نطلع الهوت دوج بتاعنا اخباره ايه هو.